برلمان منزوع الصلاحية، التوافقات تتحكم بالقوانين، والنواب يسلمون برفع اليد. ما عندهم غير برلمان منزوع الدسم أو نمر من ورق، هذا هو الوصف المناسب لمجلس النواب بالفترة الحالية. لا قوانين مهمة ولا رقابة تشريعية، فقط تمرير قوانين غير مهمة ومصادقة على اتفاقيات ما لها علاقة بالشارع. تابعوا ويانا القصة. ببساطة إنه مجلس النواب وظيفته حاسمة دائما بوصفه عماد أي نظام ديمقراطي، وأهم ثلاث مهمات يقوم بيها هي تشريع القوانين اللي تحتاجها حياة الناس والدولة، ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وتشكيل الحكومة أو سحب الثقة عنها. بالعراق من أول دورة برلمانية انتخبت توضحت طبيعة البرلمان وطريقة عمله، فإذا به مجلس يقوم على توافق الكتل سياسياً خارج القبة أولاً، ومن ثم قراءتها والتصويت عليها، وهذا ينطبق على استجواب الوزراء ووكلائهم أو رؤساء الهيئات المستقلة أو التصويت عليهم وإلى آخره. شنو معنى هالشيء؟ معناه أنه صار عندنا برلمان ضعيف تتحكم به التوافقات السياسية، وبحال عدم تحقق هاي التوافقات راح تبقى القوانين المهمة بالأدراج. لهذا مثلاً اللجنة القانونية بالبرلمان كشفت في بداية هاي السنة عن وجود 170 قانون معطل، 170 قانون معطل من الدورات البرلمانية السابقة، أهمها قانون النفط والغاز اللي تحول إلى باب للمشاكل بين بغداد والإقليم، وقانون العشوائيات أو قانون جرائم المعلوماتية وغيرها والعفو العام، وهي قوانين معطلة. معنى هذا أنه حدوث فراغ تشريعي في بعض القضايا والمجالات اللي تتطلبها معاملات الناس اليومية، لهذا السلطة التنفيذية صارت تضطر غالباً إلى تفعيل قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لردم هذا الفراغ. وذيك القوانين معلوم ما عادت تصلح لهذا النظام السياسي ولا لهذا الزمن المختلف تماماً بفعل تطور الحياة. بموازاة هذا الغياب، هناك تركيز من قبل نواب البرلمان على فعاليات استعراضية، وصار ميدان عملهم بالفضائيات أو بالدواوين، بدواوين العشائر والمضايف، بل إنه بعضهم صارت شغلتهم يفزعون للبلوغرات واليوتيوبرية. أما المجلس فحتى ما يداومون بيه غير مرة بالأسبوع. فيما يخص الجلسات، فصار التركيز بيها على القوانين غير المهمة أو المصادقة على الاتفاقيات الخارجية. جدول أعمال جلسة اليوم مثلاً لو تطلعون عليه، شنو اللي تضمنه؟ فقط تصويت على تعديل قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، وتصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة وأجلوها، وقراءة أولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق وروسيا، وإلى آخره من التصويتات اللي ما تهم المواطنين بقد أهمية عشرات القوانين المركونة بالرف. عدا هذا كله، دور البرلمان الرقابي غائب تماماً،
الملفات اللي يتم الحديث عنها أغلبها عمليات ابتزاز سياسي سرعان ما تتلفلف ويتم التوافق عليها بأسلوب غطيلي وغطيلة. بالنتيجة البرلمان اللي يفترض أن يشرع القوانين صار معرقل لتشريع القوانين، والبرلمان اللي شغلته يكشف الفساد والفاسدين صار مصد للفساد والفاسدين. تحول المجلس إلى مؤسسة منزوعة الدسم أو نمر من ورقه.